تارك الصلاة يا من لا نراك إلا في الجمعة، ما الذي يمنعك أن تصلي لله؟ الله ماذا يريد منك؟ يريد منك في اليوم والليلة 5 صلوات، أعطاك القوة والمال والرزق والزوجة والأبناء، ما الذي يمنعك أن تصلي لربك؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، سوف تحاجك عند الله يوم القيامة. أيها المدير، أيها المهندس، أيها الطبيب، أيها الزوج، أيها الأب، أيها الموظف، أيها السائق، ما الذي يمنعك أن تضع سجادة الصلاة عند وقت الصلاة وأن تصلي لله؟ تقول عائشة: النبي في سكرات الموت، تقول خرجت روحه: الصلاة 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 الصلاة، وخرجت روحه وهو يقول: الصلاة الصلاة.